سيول وأمطار غزيرة تضرب الآن مدينة مرسى مطروح والعديد وجميع المناطق السكنية في المدينة الساحلية. الآن أمطار غزيرة وصلت لدرجة السيول، والسماء كما نرى لأول مرة في هذا الموسم في فصل الشتاء السماء بهذا اللون، ويحاصرها الغيوم ومياه الأمطار. ونشاهد منذ قليل شاهدنا الرعد والبرق يضرب المدينة الساحلية بشدة. أمطار غزيرة الآن تشهدها مدينة مرسى مطروح، وصلت لدرجة السيول في العديد من المناطق السكنية. غياب تام للمواطنين من الشوارع الرئيسية، وكما نشاهد غياب للشمس وعدم وجود رؤية في السماء للشمس. طقس سيء جدا في مدينة مرسى مطروح مع انخفاض درجات الحرارة أقل من معدلاتها، لتسجل الآن 8 درجات مئوية في مدينة مرسى مطروح. المدن المجاورة لمرسى مطروح الآن أيضا أمطار غزيرة وسيول في بعض المناطق. المياه الأمطار كما نشاهدها تغرق المدينة في العديد من المناطق السكنية، ونحن الآن في أحد الشوارع الرئيسية في مدينة مرسى مطروح، والأمطار والسيول تغرق المدينة. استعدادات كبيرة في مدينة مرسى مطروح. السيد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قرر تشكيل غرفة عمليات لمتابعة السيول والأمطار في نطاق المحافظة من الإسكندرية شرقا وحتى السلوم غربا. غرفة عمليات المحافظة بالتعاون مع 7 غرف في مدينة مرسى مطروح وفي المدن الساحلية بالكامل. كما نشاهد مياه الأمطار الآن والشوارع الرئيسية، ها هي مياه الأمطار تغرق الشوارع الرئيسية في مدينة مرسى مطروح، وسقوط كميات كبيرة من الأمطار تصل لدرجة السيول في بعض المناطق السكنية كما نشاهدها الآن. غياب تام للشمس، وكما نشاهد سماء مدينة مرسى مطروح. سحب تحاصر المدينة الساحلية الآن مع سقوط الأمطار الغزيرة التي وصلت لدرجة السيول في جميع المناطق السكنية.